الحضور ديالي راه حضور مجبر يعني ماشي بخاطر يعني مجبر خصنا نجيو الحفل ديال التكريم ديال الفنانه الكبيره خديجه البيضاويه لان الحفل الاخر اللي كان عندها هو اشتغلت معايا كان الجمعه والسبت لحد رمضان هذاك النهار كتغني معايا مسكينه حاسه براسها هي هذيك قلت لها ما بقينا حنا معاها كنديروا باش تحبس المهم دوزت هي اخر خدمه ديالها وكنتمنى لها ان شاء الله الشفاء والعوده ان شاء الله للميادين ديالها واللي كان ربطنا مع علاقه هي علاقه اختي لان خديجه كان عيطوا على شي خدمه كتلبوا الناس مع عمرها قالت لك اعطيني العربون مع عمرها قالت لك جيب لي العربون كتعطيها لا دات وتعطيك الوقت كتجي عندك في الوقت سبحان الله العظيم يكون عندها ثلاثه نمرات ولا اربعه كتجي عندك في الوقت في المحمديه في ليساس في كازا في جديده يعني اي لا دات كتعطي لها ما كتاخذ لك العربون كتسالي كتدوز الخدمه ديالها وكتمشي ماشي الغياب ديال احنا ما عندناش واحد شويه ديال التطفول لان الفنان كيخصو يبان بالعمل ديالو ماشي بالهضره وداكشي الحمد لله كاين اعمال تسجلت غيخرجوا من هذا الشهر هذا غيخرجوا واحد اربعه الاعمال ان شاء الله كلشي وجد كلشي ناض كلمه كنوجه للجمهور تحيه لكم وتحيه كبيره وكنقول لكم بهذه المناسبه مبروك الفريق الوداد البيضاوي بالفوز ديالو بالبطوله الافريقيه وتحيه للشعب المغربي والشعب ديال الجمهور كمال هرمي